البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. ما نعرفش علاش رميته في الماجر، أما قلت ما يشك فيه حد خاطر يعرفه ما عندي حتى علاقة به، لا من القريب ولا من البعيد، وأصلا دارهم ما يلوجوش عليه، ساعات يقعد بالجمعتين والشهر ما يسألوش عليه وما يسألش عليهم. تعرف اللي صار عليا؟ والله لا حنيت ولا حسيت ولا صار لي حتى شي في قلبي، كان جات قطوسة نحس عليها أكثر منه. تعديوا نهاري بيت الحس، ما خممتش في اللي صار لي أصلا، نسيتوا جملة واحدة حتى جاي النهار. جاي نهار الاثنين، توكلت على ربي ورجعت نقر على روحي، بدلت أقفل الباب باش لا يدخل لي حد ولا يجيني حد ولا تجيني أم سمير، لا تنظف لي الدار ولا ننظف لها، نبدأ على راحتي، أموري في داري وما يهمني بحد وما يهمو فيها حد. تعدى كل نهار وجيت العشية باش نروح للدار، عرضني سمير، وقتها حنيت غزرت العينيه، تفكرت أياماتنا، قلت في قلبي توا إثير وتوفى، تي مش توفى هو، إيه اللي قتلته وترجع علاقتنا اللي كان ولا صار، نرجع نتكلم عادي. قتلوا أخوك ما جانيش وما نعرف عليه حتى شيء، وإني مانيش باش نقول له حتى شيء، خلينا نكملوا حكايتنا كيما بديناها وما يهمناش في كلام الناس. أكهو جاب حذية للدار، حضرنا العشاء واللي كاتم من ربي، وهكاكا سمعتو يعيط لي،